هاي عيد الميلاد عنده حصة بالأرقام القياسية المكسورة يلي بتتمحور حوله. أطول كريسمس توكينج أو كلسة طولها 51 متر وعرضها 21 متر وهي من إنتاج إحدى المنظمات التطوعية الإيطالية سنة 2010. رقم القياسي لأكثر عدد بطاقات ميلادية مرسلة من شخص واحد هو 62,824. أكثر عدد ناس شاركوا بأوسع سيكريت سانتا بيبلغ 30,000 شخص هو من تنظيم ريدت سنة 2012. أكبر عدد أضواء على شجرة بيضوا مع بعض هو 194,672 وحققوا شخصين من بلجيكا بكانون الأول من سنة 2010. مين قال إنه يونيفرسال ستوديوز باليابان بيكسروا سنوياً رقمهم القياسي بأكثر عدد أضواء على شجرة اصطناعية بلغ السنة الماضية 580,000 لمبة؟ أنا قال بشوفكم بكرة.